بعيد عن حياتي عذاب، ما تبعدني بعيد عن تبدأ حكايتي. أنا كنت عايش مع أمي وأبويا وأخويا زي أي أسرة عادية. أبويا صرف عليا وعلمني وكان أمل إني أخش كلية حقوق، بس أنا للأسف وصلت لغاية الثانوية العامة ما عرفتش أكمل. أنا كنت بحب أبويا جدا وكان نفسي أحقق له أمله إن أنا أخش كلية الحقوق وأشوفني زي ما هو عايز. ده اللي تعبني نفسيا بسبب أبويا. جيت هنا المستشفى العباسية عشان أنا قصرت في حقه وما عرفش أعمل اللي هو عايزه. أنا جيت المستشفى من 20 سنة من يوم وأنا عايش جوه. خلال المدة كان أبويا الله يرحمه كان بيشوفني وبيجي يطمن عليا على طول، بس بعد كده هو توفى وأنا قاعد في المستشفى. وخلال 20 سنة ما حسيتش إن أنا متضايق. بنقوم الصبح بدري، بعد كده بنفطر، بعد كده بنعمل تمارين، بعد كده بنقف في الطابور، بعد كده بنعمل حاجات ترفيهية. أنا بحب اللغات وبحب أتكلم فرنساوي وألماني وعبري ولاتيني، وبحب القراءة جدا وأغلب وقتي بقضيه في المكتبة. كانت علاقتي بوالدي جامده جدا وانا صغيره. كان والدي ده كل حياتي، كان هو مدلعني جدا 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 جدا. بالنسبه لوالدي ربنا فوق وانا تحت، كنت بحبه قوي قوي قوي. وهو بصراحه كان حنين عليا جدا جدا جدا، وهو اللي اكتشف موهبتي وانا صغيره في مكتبه الشعر. كان بيشجعني على القرايه، كان دايما يشجعني على المذاكره. وانا بقى نفسي تعبت من بعد ما توفى، حسيت ان الدنيا صدى في وشي، حسيت ان الدنيا ملهاش طعم من غيره والناس ملهاش امان. ما كنتش متوقعه ازاي اللي انا عايش بعده، لان هو بصراحه مدلعني قوي. من بعديه بصراحه انا تعبت نفسيا جامد جامد جامد، وجيت هنا المستشفى واتعالجت. انا بقالي هنا 22 سنه، عشرت ناس كتير واصطحبت على ناس كتير. انا بقوم الصبح بسمع اذان الفجر، بقوم اخد الشاور بتاعي واصلي الفجر حاضر. كان والدي قبل ما يتوفى كان هو بيجي يزورني، برده كان اخويا برده الدم بيحن، ما كانش بيهون عليا اللي هو ما يزورنيش، كان بيجي يزورني هو وماما والدي الله يرحمه، ماما الله يرحمها. ودلوقتي حاليا بيجي لي زياره كل شهرين. انا خرجت كذا مره بصحبه نفسي ورجعت تاني في نفس اليوم، لان عرفت اللي والدي توفى وكده وما اعرفش كان والدي توفى، ورجعت تاني وحبيت ان انا اقعد هنا. بس ان شاء الله باذن الله انا خارجه قريب. والدتي جابتني هنا من مستشفى مريض نفسي عشان اتحجز من 8 سنين. فضلت مكمل تعليم لغاية 5 ابتدائي. كان عندي 5 اخوات. بعد ما عدتش اكمل علامي بسبب ان انا اشتغل مع ابويا، كنت بساعده في تعليم اخواتي، تربية اخواتي، واشتغلت معاه عشان اساعده بيع سريح. وانا كان نفسي اكمل تعليم. انا كنت بحب واحدة كنت عايز اخطبها، لكن عشان على قد حالي وعلى قد ظروفي والدها ما سمحش ان انا اخطبها، ارتبطت بحد تاني. دي كانت تاني صدمة في حياتي بعد ما طلعت من المدرسة، بعد الظروف اللي أنا مريت بيها. بتضايق في البيت واتخانق مع أهلي حتى مع زمايلي، وحتى النفسية اتدمرت خالص. أنا حبيت عشان أجي هنا المستشفى عشان خاطر أتعالج من مرضي النفسي وأطمن على نفسي أكتر. أنا أخواتي من ساعة ما جيت هنا وهم بيطمنوا عليا، وأنا لما أطلع أنا بحبهم، وبقى في ترفيه ما بيننا ونصاحب بعض زي زمان، وبخاف وأكون أحسن من الأول. مريض النفسي مش مجنون، لا، زي ما بقول لكم كده. المريض النفسي ده زي اي مرض، المريض النفسي ده محتاج حب وحنان ورعايه. انا بقول لكم راعوا المريض النفسي، حبوه، ادوا له الامان عشان يثق فيكم. اهم حاجه في المريض ان ما حدش يخاف منه، ان هو انسان عادي. انا بقول لكم راعوه وخلوه يعيش في وسطكم،
عشان يندمج معاكم ويبقى كويس ويطلع بره المجتمع يعيش وسطيكم في أمان وسلام.